ربياطة بريفيات توجور مع ام جي جماعه. راهم جايين سيارات رخاص، راهم جايين لي برلين، راهم جايين لي كوبي ولا هاتشباك صغار. المهم ام جي راح نجوز لكم عليها كامل ان شاء الله، حتى الموديلات كيما نتاع اليوم اللي ما طلبتوهمش بزاف. انا خممت باللي ممكن ما جاكمش في بالكم، ممكن ماشي سور يجوا للجزائر، ممكن ماشي شايفينهم، دونك قلت هكذا باش نديروا تغطيه كامله على العلامه ان شاء الله. هذه رخيصه على اللي شفناها المره اللي فاتت، هذيك HS وهذه ZS. كنقول لكم رخيصة عليها معناتها راح تكون صغيرة عليها وناقصة شوية في المزايا حتى في المحرك بطبيعة الحال، بصح بليز ابوردابل على اختها. الور فيما يخص السيارة تاع اليوم، راح نهضر لكم على المزايا، المحرك، نواسو دورة داخلية وخارجية على السيارة، ونمدو سعر تقريبي اللي من المحتمل تجيبه للجزائر ان شاء الله. كل هذه المعلومات في هذا الفيديو، نبوجي با اتو تسويت. الو جماعه، كيما العاده ما تنساوش تقولوا لي واش الموديلات مازال حابين تشوفوا، وسورتو ابونيفو، باسكو كي تقول لي حاب نشوف هذا الموديل وانت ما تكونش ابوني انا نديرو لواحد اخرين، انت ما تكونش هنا ما تحضرلوش. الو جماعه، فيما يخص محرك السياره اللي نبداو به عاده، راح يكون محرك ايسونس، فيها واحد المحرك 1.0، ما نظنش هذاك هو اللي راح يجينا، ولا جانا نعاودو نتكلموا عليه باش ما نبحروش الوقت. نبقاو في الملموس اللي بروبابلي يجي كيما تاع خواتاتها 1.5، 4 اسطوانات ايسونس، يولد لنا 106 حصينه، يعني هذا اتموسفيريك ماشي مزود بالتوربو، وفيه عزم دوران تاع 141 نيوتن متر. ممكن تكون مزوده بعلبه سرعات اوتوماتيكيه، وممكن تكون مزوده بعلبه سرعات يدويه، وهذه النقطه بطبيعه الحال تغير في سعر السياره. فيما يخص الحجم تاع السياره، ولا نزيد لكم شويه ديزانفورماسيون على المحرك، لابويسونس تاع السياره، السرعه القصوى للسياره على حساب لي فيش تكنيك يقولوا 175 كيلومتر في الساعه. طبيعه الحال السياره تقدر تفوتهم، بصح ما يريكومونديولكش تفوتهم لانه تولي في خطر. حتى ال 175 لا بس، ام ضامنين شويه في السياره تاعهم، حتى ولو الضامن ربي سبحانه. صح، السرعه لاكسيليراسيون تسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه تبلغ في 10.9 ثواني، يعني ثانيه زياده على اختها اللي شفنا المره اللي فاتت. برك هذيك ثقيله عليها، حتى ولو محرك تاعها اكبر، هذيك فيها وزن اكثر، وكاين حوايج اخرى تدخل في التسارع والسرعه تاع السياره. سعة خزان الوقود تاعنا فيها 45 لتر. نجوزو دركا نشوفو ابعاد السيارة، دونك في الطول فيها 4 مترات و 32، تقريبا قد الجولف، دونك هذا يتقارب شوية الكولرية في الطول تاعها. في العرض 1.80 متر، في الارتفاع 1.65 متر. عندنا اللومباتمون يعني المقصورة تاعنا لابيتاكل، هو نحسبوه بالمسافه بين العجله الاماميه والعجله الخلفيه اللي تبلغ لنا هنا 2.58 متر، شويه فوق 2.5 متر، يعني لا بس واسعه السياره تاعنا. الصندوق الخلفي فيه مساحه معتبره تاع 448 لتر، قريب 450. هكذا رانا تكلمنا على المحرك وعلى ابعاد السياره، واش بقى لنا غير نديروا دوره خارجيه نشوفوا مختلف المزايا المتوفرين فيها قبل ما نتكلموا على السعر تاع السياره. معلومه اضافيه صغيره، وهو انه السياره متوفر فيها الدفع الثنائي ماشي الدفع الرباعي. صح، هيا نبداو الدورة تاعنا. بسم الله بسم الله ما شاء الله. هنا خيرت لكم الابيض لانه السيارة ما فيهاش الكثير من الكروم، يعني ما راحش يتغطى لنا. دوك نلاحظوا باللي فيها البلاستيك، فيها بزاف لون السيارة في لي بارشوك الامامي والخلفي، وفيها بزاف البيانو بلاك ايضا، دي زانسيرسيون في البارشوك تاع اللور والبارشوك تاع الامام. ما نعرفوا اللي حطيتوا البال ولا لا، بون الدوره بديناها نيمبورت كومو، من القدام من الجنب معليش. نلاحظوا باللي الحساسات الخلفيه كاين ثلاثه، عاده كي تلقى ثلاثه تعرف باللي السياره صغيره شويه، يعني ما كانش اربعه. كنا نشوفوا في جاك جي 2 تاع بكري، يا ماشي تاع دوكا، عندها 10 سنين ولا، فيها غير زوج، يعني كل ما السياره تكون صغيره كل ما نقصوا لها الحساسات باش تعرف باللي صحه. دونك من الامام لاحظوا بلي السياره ما عندهاش حساسات، عندها لي زونتي برويار، عندها ليد دونك لي فو دو جور تاعنا، لا كالندر تاعنا كلها بالبيانو بلاك، وداير عليها الكروم. دونك لاحظوا بلي الاناره تاعنا فيها اون تكنولوجي ليد، حتى لونتي برويار في الاسفل يعني مضادات الضباب، وداير عليهم لو بيانو بلاك، وقطعه في اسفل لو بارشوك تاعنا بالرمادي. كاين قدامها شويه بلاستيك بسيط نقدروا ننساوه، ماشي اللي داير على لي زونتي برويا، راه اللي راهو في الاسفل. هاي الاناره لو كان زوميو عليها تشبه شويه للتاع لي اوبل، مانيش عارف انتوما، مي جاي هكذا على شكل سبعه. دونك راك تشوف حتى خطوط رقاق هكذا مشعولين لداخل، كل شيء باللاد. راك تشوف الجزء العلوي تاع هذاك لونتي برويا كشغل المرايه، يعاود يوري لك واش راك توري. دونك لاحظوا بلي عندها كاميرا تحت العلامه تاع ام جي، معناتها متوفر فيها لا فيزيون 360.
تقريبا هذا واش عندنا في امام السياره في مقدمه السياره. نلاحظوا باللي لي كوك تاع روتروفيزور بنفس لون السياره وفيهم قطعه في الاسفل بالبلاستيك. جماعه عندنا دو فينيسيون، كاين كونفور كاين لوكسوري. نلاحظوا باللي لي جونت تاعنا بيكولور، فيهم الكروم وفيهم الاسود تاع 17 بوس. بيان سور جماعه على حسب لا فينيسيون، دونك يقدروا يتبدلوا لي جونت هادو ولا بدلت انت لا فينيسيون. نلاحظوا لا كاميرا جوست تحت لو ريتروفيزور في البلاستيك هذاك القطعه السفلى، وتشوف بلي الكلينيوتون كومام خشين وفيه لومبال داخل، يعني ماشي بلاد ماشي طرو رافيني، باسكو السياره لازم تكون شويه رخيصه، دونك نقصوا لها هاد المزايا. نلاحظوا بلي الزجاج الامامي والخلفي مسطرين بالكروم. نلاحظوا بلي عندنا لي بار دو توا برمادي بلي فيها لو توا اوفران السياره تاعنا. المقابض تاع الابواب بنفس لون السياره وفيهم قطعه بالكروم من الفوق، ونقدروا ندخلوا بدون استعمال المفاتيح. راك تشوف هذيك النقطه بالاسود باش تدخل كيلس. كاين قطعه بالبلاستيك في اسفل بابين، ونلقاوها ايضا في اللور تاع السياره. نلاحظوا باللي لي فو تاعنا لاد، بصح ما نظنش فول لاد باسكو الكلينيوتون اي لو فو دو ريكول يبانوا لومبات عاديين، يعني مصباح عادي وليس لاد. بصح شاب الاناره عجبتني، دونك قسموها خداو لابان، ما داروش غير خط على شكل ال كما كان في الامام، زادوا لها شويه اشياء كاين اللي بالك تبان له بزاف. المهم هنا نلقاو لا سينياتور تاع الاسم تاعها، وهنا كانه دي سورتي دار بالبيانو بلاك افيك لو كاتافوت تاعنا، وممكن تكون اناره تاع لو فو انتي برويار. هنا عندنا دي زيكزوست زوج، واحد من واحد من داير عليهم الكروم، بصح فاكتيس ماشي تاع الصح. نتفكروا باللي السياره تاعنا 1.5 وفيها غير 106 احصنه. عندنا كاميرا في الخلف زياده على الحساسات في ثلاثه اللي تكلمت لكم عليهم، وكي نقول لكم 1.5 في الكولري 1.5 ايضا، بصح فيها ربعه لي سورتي ديشابمون حقيقيين ماشي فاكتيسا، بصح تولد لنا 170 ماشي كيما هذه 106 احصنه. صح يا جماعه، درك نروحو نشوفو داخلية السيارة اللي شفناها مقبل، دينا عليها نظرة خفيفة، كانت بالباج بسم الله ما شاء الله. صح سي ساليسون بصح شابة بزاف، تتوسخ يعني كي تكون هكذا لاكولور تاعها، بصح شابة. دوك نلاحظو بلي المقود تاعنا بالجلد، بلي عندنا الجلد الأبيض هذاك ولا الباج في كل الطابلو دو بور تاعنا، نلقاوه في لاكونسول سونترال. هاو لو بومو دو فيتاس أوتوماتيك، دونك لابواط تاعنا الفرامة بالقفلة، فيها الاوتو هولد، فيها لي بورت غوبلي، فيها لا كودوار تاعنا بنفس اللون مع لي سياج تاعنا، وكاين ان رونجمون تحتو. نلقاو البيانو بلاك في لا كونسول سونترال مع هذاك الكوير اللي تكلمت لكم عليه. ما عندناش كوكبيت فيرتوال، يعني الكونتر تاعنا عادي. عين عندنا شاشه صغيره في الوسط تاع 4 انش ملونه تعطينا الكثير من المعلومات. نلقاو البلاستيك متواجد بكثره في الباب، تنوض لنا بالقفله. عندنا ازرار في المقود تاعنا باش نتحكموا في هذيك الشاشه الصغيره تاع 4 بوس، باش نرفدوا ونكوبيو في التليفون تاعنا باسكو مزوده بالبلوتوث السياره. وكما قلت لكم في الباب كاين قطعه بالالومنيوم، مانيش عارف لا نوليو لها ولا لا، يعني حتى ولو كاين هذيك القطعه يبقى البلاستيك ظاهر وبكثره. دونك نشوفوا باللي الفولون تاعنا فيه البعض من البيانو بلاك والبعض من الالومنيوم، ونقدروا نروحوا للشاشه تاع الوسط باش نشوفوا لي كاميرا اللي متوفرين عندنا تاع 360، وتقدر تخيل الكاميرا اللي حبيتها نتايا. صح، دونك تحت الشاشه تاعنا القابله للمس عندنا لي ريغلاج تاع لا كليماتيزاسيون تاعنا والتهويه. بطبيعه الحال ديجا في الشاشه هذيك تقدر تريغلي تو سكي بلوتوث، وتدي لي زانفورماسيون اللي يهموك، تتماشى مع ابل ومع اندرويد اوتو. دونك نلاحظوا باللي عندنا حتى لا فيزيون 360 للسياره، ماشي باسكو صغيره والمحرك صغير كي نقصنا لها كامل لي زوبسيون. راك تشوف بلي فيها الكثير من لي زوبسيون، حتى الجلد في الكراسي اللي ما تكلمناش عليه ونعاودوا نلقاوه في الطابلو دو بور. دونك بسم الله ما شاء الله السياره راهي لا باس بها. عندنا دي شارجر تيب سي راك تشوف فيهم، عندنا باش نطفيو لو اس بي هاو ليك دونك لو بومو دو فيتاس اللي فيه الكوير وفيه الالومنيوم، نعاودوا نلقاوه طاير عليه الالومنيوم. وعندنا بيان سور تقدر تخير لي مود دو كوندويت تاعك. عندنا هنا شبه فيلم دو كربون اللي راه داير على لو بومو دو فيتاس تاعنا، وهنا لو فرامه اللي قلت لكم عليه جاي على شكل زر. دونك تتعتم المراه تاع الوسط بصح يدويا، عندنا وين نخبيو النظارات تاعنا ولا لوميير نورمالمون تكون لاد، وما نعرف اسك الحاله يتبان بيضاء نو ماشي لاد راهي كلها صفراء. وعندنا هاد الدوائر الصغيره اللي راك تشوفها قدامهم، هادي باش نحلو لو طوا اوفرون تاعنا ولا الريدو تاعو. دونك تقدر تخليه بانوراميك يعني بلا ما تحلو تنحي غير الريدو هذاك، ولا تفتح فتحه السقف تاعك. هاي اللمسه بالالومنيوم اللي تكلمت لكم عليها في الباب، زياده على الكروم المتواجد بالمقبض نتاعنا. دونك ازرار تاع النوافذ الكهربائيه في 4، وعندنا حتى لو ريغلاج تاع لي ريتروفيزور اكستيريور المراه الخارجيه تاعنا كهربائي. نلاحظوا باللي كاين كميه البلاستيك متوجده بكثره على كل حال. دونك هنا لي بيز دايراسيون شوفوا باللي كاين البلاستيك الفوق في طابلو دو بور بصح كانه كوير يعني فيه خياطه هكذا. هنا الريغلاج تاع المراه الخارجيه اللي تكلمت لكم عليه،
وزيادة على هذاك البلاستيك تاع طابلو دبور عندنا قطعة اللي قلنا بالكوير اللي راك تشوفها بالباج يعني باللون هذا. تقدر ممكن تخير اللون نتاع الكوير تاعك وتجيبه أسود، ولا شفت باللي يقدر يتوسخ لك باسكو كاين شوية غبار وين تسكن. ولا كراسي تاعنا فيهم لونين، فيهم الأسود فيهم الأبيض، الخياطة بالأبيض فوق الأسود والعكس. وهنا نشوفوا باللي عندنا الريغلاج تاع الكراسي تاعنا كهربائي أيضا. هادو كامل مزايا كتير جميلة ومليحة في السيارة تاعنا، وتمدلنا رفاهية ونحسوا روحنا في سيارة فخمة كي يكونوا عندنا كامل هاد المزايا حتى ولو صغيرة شوية. السيارة تاعنا هاي ليك النظرة أعلى الخلف، ونشوفوا باللي عندنا تلت ركاب. واش نلاحظوا برك باللي ما عندناش لاكودوار سونترال. دوك نجو ليهم ونشوفوا هذا بكل التفاصيل واش معناتها صغيره شويه، يعني ماشي كبيره كيما خواتاتها، على بها ما نديرو لهمش لاكودوار وثاني باش نربحو شويه دراهم. صح دونك هاي اللي كلمسه في الباب بالالومنيوم، عندنا مزوده بلي بيز دايراسيون داير عليهم الكروم يخرجوا الهواء للركاب تاع الخلف، وعندنا دو شارجر يو اس بي. وهاي النظره تاع الركاب تاع الخلف كي يشوفوا اماميه السياره. لو كان نروحو نحلو لامال تاعنا كيما تاع فولكسفاجن نحلوها بنفس الطريقه. وهاي ليك السعه الكبيره تاع 450 لتر تقريبا اللي شفناها مقبل كي كنا نهضروا على الابعاد تاع السياره. نلاحظوا باللي نقدروا نحبطوا الكراسي 40-60% باش نزيدوا من مساحه التخزين تاع الصندوق الخلفي تاعنا. فيما يخص الفتح راك شفت باللي راح يكون يدوي، دونك بطبيعه الحال الغلق راح يكون ايضا يدوي. وهكذا يا جماعه درنا دوره خفيفه على السياره، شفنا اغلب لي نقولوا لي زوبسيون المزايا المتوفرين فيها. بطبيعه الحال فيها 6 لي زير باك، ممكن تجيب 8 مانيش عارف، ولا تقدر تجيب 4 باسكو انا شفت غير دو فينيسيون. ممكن حنا يجيبوا لنا 3، كاين كونفور ولوكسوري هادو اللي شفتهم لي جونتي صغار ويروح لو طوا العلبه يدويه. بصح هاد الشيء يخلي السعر تاعها ينقص بالنسبه للاون فينيسيون كي تكون عاليه. دونك هاي نظره اخيره على السياره. بسم الله ما شاء الله لي رافيني مليحه. فيما يخص السعر جماعه خرجت لنا السيارة بعد اون استيماسيون وشفناها من الربح تاع السيارات الصينية اللي راهم يدوروا في الجزائر، راح تكون تقريبا بسعر تاع 320 حتى 350 مليون ابتداء من هذا السعر. ممكن تكون بسعر اقل، نتمنى احنا هذا الشيء. وهكذا راح تكون لا كونكورونت تاع بعض السيارات الصينية. قولوا لي نتوما على حسب رايكم في هذا السعر، اسكو تدو هذه ولا الاخرين، اسكو تسوى هذا السعر ولا لا. نتمنى تكون عجبتكم السيارة تاعنا تاع اليوم وخاصة الفيديو تاعنا تاع اليوم. سي لوكا نوبليي با دو فوز ابوني باش يزيد يلحقكم جديد. ليسي ان بوس بلو سافي توجور بليزير. سيتي تو بور موا، سيتي لوتفي ادا سي دانيال.